السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي عزيزاتي أينما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة أهمية البصر للإنسان وماذا يحدث إذا ما أصيب بأي علة في عينيه التي أطلق عليهما في الأثر بحبيبتيه. أمراض العين وكيف يمكن أن يصاب الإنسان بالعمى، ما هي أسباب ومسببات العمى، المقصود بالتراكوما أو المقصود بالمياه البيضاء وغيرها من الأمراض والعلل التي يمكن أن تصيب العين. يسعدني أن أرحب معي في الاستوديو الدكتور محفوظ عبد الله بمشموس، أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة صنعاء، استشاري قرنية وتصحيح النظر والمياه البيضاء. مرحبا بك دكتور، ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. سنبدأ محاور هذه الحلقة بعد هذا الفاصل، انتظرونا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، ومرحبا بالعين المعافاة التي ليس بها أي علة بمشيئة الله تعالى. دكتور، أنت أستاذ جامعي وباحث في مجال العين وإصابات العين. في البداية حدثنا بشكل موجز وسريع، مما تتركب العين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العين تتركب من ثلاث طبقات: الطبقة الخارجية وهي القرنية والصلبة، الطبقة المتوسطة وهي المشيمة والقزحية والجسم الهدابي، والطبقة الداخلية وهي شبكية العين. شبكية العين تنتهي بالعصب البصري، فهذه هي المركبات الأساسية للعين، وجزء مهم جدا أيضا في العين وهو المياه عدسة العين التي لها دور كبير في سقوط الصورة في شبكية العين. دكتور، في اليمن كيف هو وضع أو ما هو أسباب الإصابة بالعمى في اليمن لدى البالغين وأيضا لدى الأطفال؟ كيف يمكن أن نعرف عن وضع الإصابة بالعمى في اليمن؟ قدرة الإنسان على الرؤية على بعد 3 أمتار، فلا يعني أنه تعريفنا للعمى أن الشخص لا يرى الضوء كليا. فمنظمة الصحة العالمية عرفت العمى بالأشخاص الذين لا يرون على بعد 3 أمتار، فبالتالي هناك أسباب كثيرة تؤثر على الناس وعدم رؤيتهم بشكل واضح. أهم أسباب العمى لدى البالغين والكبار هي المياه البيضاء. السبب الثاني هو المياه الزرقاء، ثم تليها اعتلال الشبكية بسبب مرض السكر، والسبب الرابع وهي عتامة القرنية. بالنسبة للأطفال لا يختلف كثيرا، إنما يأتي ترتيب المياه البيضاء أيضا كسبب رئيسي، والمياه الزرقاء كسبب ثاني، وتأتي عتامة القرنية سبب رابع. وبدل شبكية العين التي تتأثر بالسكر عند الكبار، لدينا الأمراض الوراثية. دكتور، كيف يمكن أن نحدد رابطها للعالم وفي اليمن بصفة عامة؟ متقاربة، لا توجد أمراض خاصة في اليمن وأمراض خاصة في دول أوروبا أو في دول أمريكا أو الدول العربية، فكل العالم لديه أمراض متشابهة، ولكن في بعض الدول لديهم أمراض أكثر من غيرهم. فمثلا في اليمن يأتي اعتلال الشبكية كسبب ثالث. عندما نذهب لبعض الدول مثلا مثل الأردن، يأتي اعتلال الشبكية بسبب السكر كسبب ثاني. عندما نتحرك مثلا لأوروبا، يأتي سبب رئيسي مهم جدا وهو اعتلال الشبكية بسبب الشيخوخة وكبر السن. بالنسبة لكم أنتم كدكتور خبير بمثل هذه القضايا، لماذا يحصل مثل هذه المفارقات بين أهم أسباب الإصابة بالعمى؟ مرة أخرى السؤال، الزبانة تعبت. المفارقات بين الدول
في بلادنا مثلا الأردن، دول أوروبا مثلا، لماذا مثل هذه المفارقات؟ لماذا تتباين الأسباب الأكثر تأثيرا على العين مما يصيبها بالعمى؟ الآن عندما نرجع مثلا لدول أوروبا، المياه البيضاء استطاعوا أن يسيطروا على عدد كبير من الناس، ولكن ما زالت المياه البيضاء سبب رئيسي للعمى. لكن عندما نأتي مثلا اليمن أو دول عربية كثيرة، ما زلنا نحن لم نسيطر على المياه البيضاء وعلاجاتها لسبب رئيسي مهم جدا، وهو قلة الكادر الطبي الذي يقوم بعلاج المياه البيضاء. فنحن في اليمن الحمد لله خلال السنوات العشر الأخيرة تم تأسيس جمعيات خيرية، وأيضا وزارة الصحة ممثلة ببرنامج مكافحة العمى شكلت مخيمات طبية لمكافحة العمى متخصصة في علاج المياه البيضاء. نرجع مرة أخرى للسكر مثلا، في بعض الدول المتقدمة يتم علاج الشخص للسكر ومتابعته بشكل دقيق أكثر من اليمن، مما يؤدي أنهم سيطروا على لا بأس به من الحالات بسبب مرض السكر. لكن في اليمن عدد كبير من المرضى ليس لديه القناعة للذهاب إلى طبيب العيون لإجراء الفحص الدوري لمنع حدوث مضاعفات الشبكية بسبب مرض السكر. دكتور، هل حالة الإصابة بالعمى شيء مخيف؟ نسبة مرتفعة في اليمن، هل هي قضية يجب أن يخاف منها أي شخص؟ لا، لا توجد هناك إخافة من العمى في اليمن ولا في العالم جميعا، لكن هناك عدد كبير من الناس مصابين بالعمى لسبب واحد. غالبية أسباب العمى معالج، بمعنى صح أن المياه البيضاء ممكن علاجها، اعتلال الشبكية بالسكري ممكن علاجها، عتامة القرنية ممكن علاجها، والمياه الزرقاء عندما تأتي في مراحلها الأولى أيضا ممكن أن تعالج. لكن الخوف هو عندما يكون إهمال من قبل المريض وإهمال من قبل المؤسسات التابعة للدولة أو المؤسسات الخاصة في علاج مثل هذه الحالات، فبالتالي سيكون هناك ارتفاع في مثل هذه الحالات مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. لكن حتى الآن لا توجد مشكلة حقيقية ممكن أن نخاف منها. نعم دكتور، من خلال حديثكم أنتم كمختصين في مثل هذا الجانب، تعتبر في بلادنا المياه البيضاء من أخطر وأهم أسباب انتشار أمراض العمى في بلادنا، كخطر محدق نواجهه بالمعرفة أولا ثم بالوقاية ثانيا. لكن دكتور، لنعرف في البداية ما هي المياه البيضاء؟ المياه البيضاء هي عتامة في عدسة العين، كما تحدثنا في البداية جزء من العين العدسة، وهي متخصصة في إسقاط الصورة على شبكية العين. هذه العدسة عندما تعتم يصبح الشخص يسمى أن لديه مياه بيضاء. والمياه البيضاء درجات، تبدأ بعتامة بسيطة ثم تتطور بشكل حتى يصل الشخص لا يستطيع أن يرى أمامه. فالمياه البيضاء تأتي في كبار السن، ممكن تأتي في الصغار، لكن غالبية الناس المصابين بالمياه البيضاء هم الكبار السن. هل ممكن تأتي المياه البيضاء لأمراض أخرى؟ نعم، الإصابات ممكن تسبب مياه بيضاء، مرض السكر ممكن يسبب مياه بيضاء، التهابات قزحية وغيرها ممكن تسبب مياه بيضاء، بعض العلاجات التي نستخدمها أيضا ممكن تسبب مياه بيضاء. علاجها حتى الآن ما هوش معقد، بالعكس علاج مياه البيضاء في اليمن متطور جدا ويضاهي كل الدول المجاورة لها، بحيث تجرى لها عمليات موفقة. دكتور، المياه البيضاء الآن تحدثتم عنها تصيب عدسة العين، هل لأجل ذلك أطلق عليها المياه البيضاء؟ سميت بالمياه البيضاء لأنها تصير لونها بيضاء، فالشخص عندما ترى في عينه أو حدقة العين ترى اللون الأبيض، فبالتالي سميت المياه البيضاء. تسمى في بعض مناطق اليمن بالنزول، والنزول هو عندما ينزل الماء، فينزل الماء في عدسة العين فتتحول إلى اللون الأبيض، وأيضا تأخر عدسة العين في التدخل إليها ممكن تتحول للون البني، ومرات أيضا للون الأصفر. دكتور، الإصابة بالمياه البيضاء كما أنت تحدثت تحدث في اليمن كثيرا، كيف يمكن أن يعرف شخص ما أنه معرض أو أنه بدأ في الإصابة بالمياه البيضاء، لنقل مثلا في مراحلها الأولى، كيف يعرف ويكتشف أعراض الإصابة بمثل هذا المرض؟ الشخص يستطيع أن يعرف أن لديه مياه بيضاء عندما يلاحظ تغير في النظر. أول ما يلاحظ تغير في نظره في الحالة دي يشعر أنه لديه مياه بيضاء أو مرض آخر، فبالتالي يزور طبيب العيون.
قد يكون السبب هناك تغيرات في النظارة، أو يكون هناك سبب تغيرات في عدسة العين تؤدي إلى المياه البيضاء. بالنسبة للمياه البيضاء خطر، ولا زلت أؤكد على ذلك من خلال حديثكم، خطر يستحق أن نقف عنده، لأنه لا زال في اليمن خطر كبير. كيف يمكن علاج المياه البيضاء؟ لا يعتبر المياه البيضاء خطر كبير في اليمن، إنما هو مرض موجود في عدد كبير من الناس وخاصة كبار السن. فبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه المياه البيضاء التي تأتي لكبار السن تبدأ تؤثر عليهم بشكل واضح، فبالتالي يتم احتياج الشخص إلى التدخل الجراحي. وكلما تدخلنا في أوقات مبكرة نستطيع أن نعطي الشخص فرصة حتى يستطيع أن يرى بشكل أوضح. التدخل الجراحي، المريض عندما يقوم أو يخضع لعملية جراحية للتخلص من المياه البيضاء، ماذا يجب على المريض أن يفعل بعد العملية ليحافظ على النتيجة الإيجابية التي حصل عليها؟ أولا بالنسبة للتدخلات الجراحية للمياه البيضاء، في تدخلات تقليدية وهي التدخل باستخدام الجراحة، وحاليا متوفر في كل العالم خاصة أيضا اليمن منها التدخل باستخدام تقنية الليزر أو ما يسمى بالفاكو. فنتائج العمليات أصبحت ليست فقط جيدة إنما ممتازة بنسب نجاح عالية، ويستطيع الشخص خلال أيام قليلة أن يعود لحياته الطبيعية بشكل أسرع. لكن التقنية القديمة وهي الطريقة الجراحية وما زلنا نقوم فيها في بعض الحالات وفي بعض الأماكن، هذه تحتاج إلى فترة نقاهة أكثر من التقنية الأحدث وهي بالليزر. الآن معنا اتصال هاتفي من أب. ألو، السلام عليكم. مرحبا بك علي الجبرتي، تفضل. هل تريد أن تسأل الدكتور؟ أيوة نعم يا أختي، أنا أسأل الدكتور. تفضل، معك الدكتور محفوظ بامشموس. يا سيدي أسألك عن الترسب الأزمع. اي تفضل. نعم. الترسب الأزمع وما تأثيرها على العين، هذه واحدة. السؤال الأول، الترسب الأزمع، الترسب الأزمع جنداي. نعم. وما تأثيرها على البصر، هذه رقم واحد. الاثنين، الأشخاص الذين دائما يستخدمون الميكروسكوبات او الحاجات الدقيقة جدا، هل هذا له تأثير؟ يعني مثلا تأثير على العين بشكل مباشر او غير مباشر؟ اشتني ساعات بس توضح لنا هذه الامور الله يخليك، بالذات التوكسوبلازما وبالذات عند الحوامل. الان التوكسوبلازما هذه نوع من انواع المؤثرات لشبكية العين، وهي تنتقل عن طريق البسس او القطط. فعندما تنتقل للحامل ممكن أن تصيب الجنين، وإذا أصابت الجنين ممكن أن تصيب الدماغ وتصيب العين، وإذا أصابت العين ممكن تؤثر على مركز الإبصار فيفقد الطفل النظر في إحدى العينين في غالب الأحيان، ومرات في أطراف الشبكية ولا يؤثر على النظر. فالتوكسوبلازما مرض موجود في كل العالم مش فقط في اليمن، ولا يوجد منه أي خطورة في مراحله الأولى، ولكن إذا لم يتم معالجته ممكن أن يؤثر على عدد لا بأس به من الناس. التوكسوبلازما عندما تخف المناعة عند الشخص ممكن أن تنشط، وإذا نشطت تؤدي إلى تأثير على النظر بشكل مباشر. بالنسبة لاستخدام الميكروسكوبات أو حتى عند بعض الناس استخدام الكمبيوتر، هل لها تأثير مباشر على النظر؟ حتى اللحظة هذه لا يوجد أي دليل علمي أن الميكروسكوب أو الكمبيوتر يؤثر على النظر أو على الرؤية لأي شخص. حتى التلفزيون، حتى الألعاب الأتاري، حتى الموبايلات، لا يوجد أي تفسير علمي دقيق يبين لنا كأطباء أن هناك تأثير مباشر. نحن ننصح عدم الرؤية للكمبيوتر لفترات طويلة، عدم استخدام الألعاب عند الأطفال لفترات طويلة، عدم استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة، ولكنها لا توجد أي تأثيرات مباشرة على العين. وإذا وجدنا شخص يتأثر من هذه الأشياء علاجه دائما يكون بسيط بإعطاءه نظارة عاكسة تمنع تأثير الإضاءات للعين. معنا الآن مكالمة من صنعاء، محمد عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك أخي محمد. حياكم الله. الدكتور محفوظ دمشوس معك، هل تسأله؟ السلام عليكم يا دكتور. اتفضل. في عندي تبشرات في رموز العين. وحبوب، هذا حبوب بيض صغار، يعني
بيجي يعمل حكة هكذا لما بعدين يتقلع عين الرموش. الآن حدوث الحبيبات أو القشرة في الرموش هذا يعتبر موجود في عدد كبير من الناس وخاصة الذين لديهم قشرة في الشعر، لا يوجد منها خطورة ولكنها مزعجة، مزعجة للمريض وأيضا مزعجة للطبيب. السبب أنها تأخذ فترات طويلة حتى تختفي. علاجها دائما بسيط، هو أن نعطي الشخص شامبو لتنظيف الرموش ومرات نعطيهم مرهم مضاد حيوي حتى يزيل هذه القشور. فنحن دائما ننصح الذين لديهم القشرة أو الحبيبات بعدم القلق، ولكن يحتاج إلى صبر حتى تنتهي هذه المشكلة التي تأخذ فترة ليست بقصيرة. الآن معنا أم صالح من محافظة تعز. ألو. 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 ممكن تسمعونا من سماعة الهاتف؟ ألو. ايوه تفضل، معك الدكتور محفوظ با مشموس، تفضل اساله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عندي سؤالين لو سمحت. بالله السؤال الاول بالنسبه للعشاء الليلي، العشاء الليلي يعني هل في اي علاج له؟ الشيء الثاني، السؤال الثاني ما هو تأثير العشاء الليلي على الأشخاص يعني عندما يصلوا إلى سن مثلا 40 أو 50، هل في أثر على النظر أو شيء؟ وأشكرك جزيلا. عفوا. بالنسبة للعشاء الليلي وهو مرض وراثي ومنتشر في اليمن أكثر من عدد لا بأس به من الدول بسبب التزاوج بين الأسر. العشاء الليلي هل يتطور مع تقدم العمر؟ الإجابة نعم، كلما تقدمنا في العمر كلما تأثرت عدد كبير من خلايا الشبكية، فبالتالي يتأثر النظر، فبعض الناس يبدأ ضعف النظر في الليل ثم يبدأ يتأثر أيضا النظر بالنهار ويتأثر حياتهم وحركتهم بشكل واضح. الآن السؤال هل هناك علاج للعشاء الليلي؟ الإجابة على ذلك الإجابة نعم، أصبح الآن هناك علاج للعشاء الليلي. ما هو هذا العلاج؟ اكتشف الإنجليز علاج يسمى بالجينات وحقن الجينات داخل شبكية العين. ما زال الموضوع في طور البحث العلمي، ولكن نحن نتوقع خلال سنتين لثلاث سنوات أن يصبح هذا متوفرا في جميع المراكز في العالم لعلاج المرضى بالعشاء الليلي بحقنهم بجينات صحيحة سليمة تمنع حدوث وفاة أطراف شبكية العين وخاصة العصيات التي لها دور في الرؤية بالليل. ومعنا الآن مكالمة من ماجد من محافظة الحديدة. ألو. ألو ماجد. أيوة. معك الآن الدكتور محفوظ با مشموس، يمكنك أن تسأله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله. أطلق في معنا حالة سمعها بالليل تشوف زي الخيوط وتشوف عينها الصباح كذا يا خيوط وبالليل شفعينها يعني زي مشدوده مشدوده. بعدين رحنا على الطبيب قال لحنا انفصال في الشبكية. وجلس يشوف حالة ترفيه وكذا وقال حول بحنا صنعاء. نعم. شو زي الغيوم كذا شو زي الخيوط. الآن ايش تقرب لك يا أولا؟ زوجتي. زوجتك عندها انفصال شبكية تحتاج أن تزور دكتور متخصص شبكية في أقرب فرصة. شبكية العين هي مثل الفيلم الذي نأخذ فيه الصورة، كلما تأخرنا في علاجه كلما خرب الفيلم، فبالتالي شخصها الطبيب بانفصال شبكية، الخطوة التي تليها الذهاب إلى طبيب متخصص في شبكية العين. للأسف لا يوجد متخصصين في هذا المجال في الحديدة، فيجب أن تأتي إلى صنعاء حتى يتم إجراء إعادة الشبكية لمكانها. دكتور نعود إلينا ولكنني في طريقي إلى إجراء المقابلة معكم الآن. هناك من سألني عن العشاء الليلي، هل يمكن أن يكون عشاء ليلي في مراحل متقدمة أو قد يكون لانخفاض في معدل الرؤية في الليل فقط؟ لا، العشاء الليلي بصفة عامة الذي سأل فيه المتصل هو عشاء ليلي وراثي، والعشاء الليلي وراثي هذا مرض يصيب الشبكية، ولكن
في ناس طبيعيين ممكن يصير عندهم بداية عشاء ليلي، هؤلاء الناس علاجهم بسيط، يكون عندهم ضعف الفيتامينات أو احتياجهم النظارة، فهؤلاء الناس فقط هي مرحلة مؤقتة يستم علاجهم بالنظارة أو بالفيتامينات. أما المتصل الذي سأل عن العشاء الليلي وهو التهاب الشبكية الصبغي فهذا مرض مختلف، هذا مرض وراثي، والحمد لله الآن نحن في الطريق لعلاج هذا المرض خلال أقل من 3 إلى 4 سنوات إن شاء الله. دكتور، قبل أن ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب الإصابة بالعمى، يبقى هناك سؤال قد يهم بعض المشاهدين، وهو هل تقي النظارة الشمسية من الإصابة بالمياه البيضاء؟ المياه البيضاء حتى الآن لا يوجد لها وقاية، لا نظارة شمسية ولا فيتامينات ولا حتى قطرات التي تمنع المياه البيضاء، ولكن الأطباء ما زالوا في إجراء الأبحاث المتكررة لمعرفة الوقاية من المياه البيضاء، فنحن ننصح الذي لديه مياه بيضاء أن يعرف أنه حاليا علاجه هو إزالتها، ولكن في المستقبل هل يكون لدينا شيء نمنع ونقي حدوث المياه البيضاء؟ نتمنى إن شاء الله من الأطباء والباحثين أن يصلوا إلى نتيجة لهذا الحل. دكتور، الوقاية عندما مثلا تحدثت عن إجراء عملية أو إجراء عملية بالليزر، تحدثت عن أشياء كثيرة يمكن القيام بها للمصاب بالمياه البيضاء، لكن عندما يصاب أو قبل أن يصاب أحدهم بالمياه البيضاء أو بعد إجراء عملية أو إجراء عملية بأشعة الليزر، كيف يمكن أن يقي نفسه من الإصابة بها مرة أخرى أو عدم الإصابة بها تماما؟ كما تحدث لا يوجد حتى الآن ما يمنع حدوث المياه البيضاء أو حتى يؤخر حدوثها أو حتى يوقفها، إذا بدأت هي تستمر، قد تأخذ أشهر وقد تأخذ سنوات، تتفاوت من شخص إلى آخر، وعندما يصل الشخص إلى مرحلة لا يستطيع أن يرى بشكل واضح، في الحالة دي نحن نتدخل بإزالة المياه البيضاء. أنا أقول أنه إزالة المياه البيضاء لا يتم لكل شخص بنفس الوقت، مثلا الشخص الطالب أو الشخص العامل أو الشخص مثلا نقول الطبيب أو المهندس أو الموظف، هذا الشخص يحتاج النظر بشكل دقيق، أو السائق السيارة، فهذا نستعجل في إزالة المياه البيضاء حتى نعطي له فرصة للرؤية بشكل أوضح. لكن إذا أخذنا امرأة عمرها مثلا 60 سنة أو 70 سنة، ربة بيت، احتياجها للرؤية أقل بكثير من الشخص الشاب الذي يحتاج للرؤية بشكل واضح، فبالتالي ممكن نؤخر إزالة المياه البيضاء في هذه المرأة حتى يتأثر نظرها بشكل أوضح. نعم. معنا الآن اتصال هاتفي محمد العزيزية. ألو، السلام عليكم. يحيى العزيزي. يحيى العزيزي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك أخي يحيى، أنت تتصل من محافظة صنعاء. من صنعاء. معك الآن الدكتور محفوظ، تفضل اسأله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. يا أستاذ العزيز، لنا شهر نشتي نقابلك، معنا مريضة والدتي، فأثناء وجود لما نجي للمستشفى ما يحولوناش إلا الدكتور عاشر، الدكتور مشغول، فما نقدرش نقابلك يعني. فقيادة سبق وأنت يعني عرضت الحالة عليك، فسبق فما مش عارفين دكتور كيف يعني ممكن نقابلك أنت بالذات. هذا السؤال ليس طبيا، فبالتالي ممكن حلها خارج البرنامج. ألو، معنا الآن اتصال آخر، أبو شهاب. ألو ألو، أم هشام. نعم، ألو أم هشام، تفضلي. ألو أم شهاب، تفضلي. أم شهاب تفضلي. أسأل عن شبكة العين، إيه سبب الانفصال؟ يعني عندي ولد انفصلت الشبكة فجأة، يعني سويت له عمليتين فشلت، يعني واعتمد الحين يعني. انفصال الشبكية بصفة عامة ممكن يحدث لعدة أسباب، أهم أسبابها هي الإصابة. السبب الثاني لحدوث انفصال الشبكية هو حدوث قصر نظر من الدرجة الشديدة. السبب الثالث الذي ممكن يؤدي لانفصال الشبكية هو حدوث تليفات في شبكة العين بسبب نزيف، بسبب السكر أو أمراض أخرى. كلما تدخل طبيب الشبكية لإرجاع الشبكية لمكانها بالوقت المناسب كلما كانت نسبة نجاح العملية كبيرة، كلما تأخرنا كلما كانت هناك فرصة لإعادة الشبكية، ولكن
هناك بعض الحالات ليست بالقليلة ممكن أن تنفصل الشبكة مرة أخرى، فممكن أن تعاد العملية مرة أخرى، وفي حالات للأسف الشديد حتى بعد العملية الثانية أو حتى الثالثة لا تستطيع الشبكة أن تعود لمكانها، فبالتالي يفقد الشخص نظره. فنحن الذي نريد أن نوصلهم بموضوع علاج شبكية العين، كلما تم معالجتها في وقت مبكر كلما كانت النتائج أفضل، كلما تأخرنا كلما كانت النتائج أقل نجاحة لرجوع الشبكية لمكانها. نعم، معنا الآن نبيل منصور من الرياض. ألو. ألو. السلام عليكم. نبيل، وعليكم السلام. السلام عليكم. أخي نبيل، هل يمكن أن تستمع إلينا عبر الهاتف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل معك الآن الدكتور محفوظ بمشموس. نعم. الدكتور المحفوظ معك الآن. الصوت ضعيف يا الصوت ضعيف. إما أنك تحاول تسمعنا الآن بشكل واضح أو تتصل لنا مرة أخرى. أنا أتصل من مكان بعيد عن التلفزيون. طيب الآن حاول أنك تطرح سؤالك. طيب أنا أبغى أسأل الدكتور بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الدكتور محفوظ الله يحفظك، في اللحظات هذه وأنا أتابع البرنامج جات بخة عطر على عيني الآن، في صداع وحرارة وكذا، ما أدري إيش، هل ممكن مثلا في خطر في الصدرية أو أن أعرضها على الدكتور طبيب العام؟ الآن بالنسبة لأي أعراض مفاجئة مثل هذه الأعراض التي حدثت لك، نحن لا ننصح أن نذهب لصيدلية ونأخذ علاج، لأنه هذا ليس العلاج المناسب. أفضل علاج لأي شخص يشكو من أي عرض في العين غريب، يفضل أنه يزور طبيب عيون للتأكد عن هذه المشكلة. إذا أنت لا تستطيع أن تصل إلى طبيب، ممكن في الحالة هذه أن تستشير الصيدلي، والصيدلي يستطيع أن يعطيك المشورة في مثل هذه الحالات. معنا الآن اتصال من مروان المهني. ألو. ألو مروان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل مروان. كيف حالكم؟ الحمد لله. خير دكتور. تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ أنا الحمد لله. قبل أي شيء أسألك يا دكتور، وفي كسل، حق الكسل حق العين. نعم. أيش أسألك، ما الأسباب وها يعني علاج ولا؟ كسل العين أسبابه أنه الدماغ يستلم الصور من العين اليمين والعين اليسار. إذا حدث أنه الصورة من أحد العينين أصبحت غير واضحة، الدماغ يدخل في حيرة، هل يستلم الصورتين ويشوش على الشخص أم يستلم صورة واحدة ويبدأ يخفف الاستلام من العين الأخرى. فالدماغ ذكي جدا، فبالتالي يبدأ يركز على العين السليمة ويبدأ يخفف التركيز على العين الضعيفة، فيبدأ النظر بالانخفاض، فنسميه كسل العين. علاج بسيط، كلما اكتشفناه في وقت مبكر كلما عالجناه بتغطية العين بخير، حتى نذكر الدماغ أنه هناك عين أخرى يجب أن يبحث وأن يستلم الصور منها. حاليا تم اكتشاف علاج لكسل العين، ولكن ما زال أيضا هذا الاكتشاف في طور التطوير، بحيث يتم تنشيط خلايا الشبكية بشكل متسارع حتى تعود العين الكسنانة أن تساوي أو تقارب العين السليمة. فبالتالي أفضل علاج لكسر العين هو الفحص المبكر لجميع الأطفال ما دون العاشرة. كان زمان يتم زيارة الأطفال في المدارس، بعدم قدرة الدولة بتوفير ذلك، نحن ننصح الآباء أن يأخذوا أطفالهم لطبيب العيون أو حتى طبيب أو متخصص النظارات للتأكد من النظر في الثنتين العيون إذا كان متساوي أو هناك فارق. شكرا لك أخي مروان، وشكرا أيضا للدكتور. ولا زال هناك المزيد من المحاور، ولا زال هناك المزيد من الإيضاح حول أسباب الإصابة بالعمى الأكثر انتشارا. تابعونا مشاهدينا الأعزاء، ولكن بعد هذا الفاصل.
مرحبا بكم مشاهدينا من جديد لاستكمال هذه الحلقة التي تتحدث عن العين وعن أسباب الإصابة بالعمى. معي في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الله بامشموس، أستاذ مشارك بكلية الطب جامعة صنعاء. كنا قد تحدثنا في الجزء الأول من الحلقة حول سبب من أسباب الإصابة بالعمى، المياه البيضاء باعتباره أكثر الأسباب انتشارا في اليمن. هنا معنا مجموعة من الصور التي يمكن أن تعلق عليها دكتور، التي تشرح كيف ممكن تصاب العين بالمياه البيضاء سواء بصورة تشريحية أو بصورة طبيعية. تفضل دكتور. هذه الصورة تشير إلى عدسة العين التي يحدث فيها العتامة، وتسمى باللغة الإنجليزية بالكاتاراكت اللي هي الماء النازل على العين. فهذه الصورة هي التي توضح بشكل جميل ماذا نقصد بالمياه البيضاء. فكما تلاحظين هذه الصورة هي التي نحن نراها في العيادة لبعض الناس عندما تكتمل عندهم المياه البيضاء، فيتم إزالة هذه العدسة بشكل كامل ويتم زراعة مكانها عدسة بلاستيكية حتى يستطيع الشخص أن يرى. وفي غالب الأحيان لا نضع أي خيوط، ومرات قد نضع خيوط. وهذه أيضا صورة أخرى لشخص مصاب بمياه بيضاء أيضا مكتملة. فنسبة نجاح إزالة المياه البيضاء في العالم حاليا تتجاوز 98%، فهي من أنجح العمليات في طب وجراحة العيون. يعني الإصابة يا دكتور بالمياه البيضاء تكون واضحة للعيان عندما يصاب أحد؟ في المراحل الأخيرة نعم، يستطيع الأهل أن يلاحظوها، لكن في المراحل الأولى الشخص يشكو بعدم الرؤية بشكل واضح، لكن عندما تكتمل المياه البيضاء يستطيع أن يراها أي شخص بالعين المجرد. نعم، هي حالة يصاب بها أشخاص معينون. أي شخص معرض للإصابة بها بعد عمر 40 أو 50 سنة. وهناك نسبة قليلة من الأطفال تصاب أيضا بالمياه البيضاء، وأيضا الذين يتعرضون لإصابات مباشرة في العين قد يصابوا بالمياه البيضاء. لكن جميع البشر بدون استثناء بعد عمر 50 لديهم القابلية بالتعرض والإصابة بالمياه البيضاء، لأنه لها علاقة بالعمر. نعم. السبب الثاني هو المياه الزرقاء. ما هي المياه الزرقاء؟ وكيف هل يظهر مثلا على سبيل المجاز لون أزرق في العين؟ الآن المياه الزرقاء ليس لها علاقة باللون الأزرق. حتى في بعض الدول مثل بلاد الشام يسمونها بالمياه السوداء، نحن نسميها اختلافا عن المياه البيضاء لأنها تؤثر على العصب البصري بشكل مباشر وتؤدي إلى اختفاء النظر بشكل تدريجي. فالمياه الزرقاء بالنسبة للطبيب وللمريض أكثر خطورة من المياه البيضاء. تحدثنا عن المياه البيضاء علاجها سهل، نسبة نجاح إزالتها أيضا عالي جدا، لكن للأسف الشديد المياه الزرقاء كلما تأخر الشخص في الوصول إلى الطبيب كلما فقد عدد كبير جدا من العصب البصري، فبالتالي لا يمكن استرجاعه. فإذا تكمن خطورتها مثلا؟ تكمن خطورة المياه الزرقاء أنها تدمر العصب البصري بشكل تدريجي. لدينا في العصب البصري 1,000,000 خلية لها دور في إرسال الصورة للدماغ. ألياف ضوئية مثل الكمبيوتر، ألياف ضوئية ترسل الصورة للدماغ. هذه الألياف الضوئية عندما تتعرض لضغط عالي تبدأ تفقد قدرتها على إرسال الإشارة، فتبدأ تموت بشكل تدريجي. فإذا الشخص تأخر ماتت كمية كبيرة من هذه الأعصاب أو الألياف البصرية، فيفقد الشخص قدرته على الرؤية. فبالتالي نحن دائما ننصح أي شخص عمره فوق 40، لأنها تصيب 1% من الذين أعمارهم فوق 40 أو 45 سنة، أن يتم الفحص الدوري بشكل روتيني كل 2 أو 3 سنوات للتأكد من العين سليمة وأيضا ضغط العين سليم. فالمياه الزرقاء لها علاقة مباشرة بارتفاع في ضغط العين وتأثر العصب البصري. نستطيع أن نقول أن خطورتها تكمن في أن علاجها صعب؟ لا، ليس علاجها صعب. أنه الذي تأثر من 1,000,000 الألياف البصرية مثلا اختفت نصها،
فبالتالي الذي اختفى لا نستطيع أن نسترجعه قد انتهى، فنبدأ نحافظ على ما تبقى. فبالتالي الشخص الذي لديه مياه زرقاء بسبب ارتفاع ضغط العين، كلما جاء لطبيب العيون في وقت مبكر كلما استطعنا أن نحافظ على عدد كبير من الخلايا، فبالتالي يستطيع أن يحافظ على الرؤية. مثلا بالنسبة لتركيب العين، ماذا نعني بالمياه الزرقاء؟ المياه الزرقاء معناها ارتفاع في الضغط العين، بمعنى أن السوائل في العين لا تخرج بالشكل السليم، فبالتالي تبدأ تضغط على العين، وأول جزء يتأثر من الضغط هو العصب البصري، فيتأثر العصب البصري فيخف النظر. إذا كان هذه الحالة، هل هذه هذه صورة جميلة جدا تشير ما هو المقصود بارتفاع ضغط العين، فيرتفع الضغط، فكلما تأخرنا من علاج وإنزال الضغط كلما الضغط استمر على العصب البصري كلما ماتت الخلايا، وتموت الخلايا كل يوم خلية، كل يوم مجموعة، كل يوم مجموعة، ما يأتي فترة من الزمن إلا قد انتهى جزء كبير من النظر. فأيضا الشخص الذي لديه مياه زرقاء نحن نجري له فحصين، الفحص الأول وفحص للعصب البصري حتى نتأكد إلى أي مدى العصب سليم، والفحص الثاني اسمه فحص المجال البصري يعطينا فكرة كاملة. هذه الصورة الذي أصيب بالمياه الزرقاء، الصورة على يد اليسار صورة للشخص الطبيعي، الصورة على اليمين هي للشخص المصاب بالمياه الزرقاء. العصب يبدأ يضمر الآن. هنا هو الخوف، معظم الناس يعتقدوا أنه فقدان النظر وخفة النظر هي مياه بيضاء، فيعرفوا أنه نسبة نجاح عمليات المياه بيضاء عالية، فيقول لك أنا حزور الدكتور بعد شهر بعد سنة مش مستعجل. لكن قد يكون المرض مش مياه بيضاء، قد يكون مياه زرقاء، فنحن لا نستطيع أن نسترجع ما فقد. وبالتالي أي شخص يشعر ببداية ضعف في النظر، أو أي شخص عمره فوق 40-45 سنة، ينصح بزيارة الطبيب حتى نتأكد أنه ما عندهش ارتفاع في ضغط العين حتى يتم سيطرته في وقت مبكر. وكما تحدثنا في البداية، مياه بيضاء علاجها سهل، مياه زرقاء كلما تأخرنا علاجها صعب. نعم. الآن معنا اتصالات هاتفية. ألو ألو، محمد الحالي من حضرموت. ألو، نعم، السلام عليكم. مرحبا بك اخي محمد، معك الان الدكتور، تفضل اسأله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل الدكتور. معك اخي محمد، كيف حالك يا دكتور؟ انا الحمد لله، كيف حالك انت؟ ايوه نعم اسمعكم، حياكم الله، تفضل. اخي محمد، من الجيد ان تدخل في الموضوع مباشرة. في عيوني زي البرق، زي اللمعة ديكي. نعم، تفضل اخي محمد. في فترة وحين يعني. نعم، هو يشعر بمثل البرق. حدوث الاضاءات في العين سببها حدوث شد في شبكية العين، فكلما شدينا على شبكية العين مثل الكهرباء يحدث الشرارة كهربائية، فأي شخص يشعر بالاضاءات او مثل البرق معناه هناك شد على شبكية العين، يحتاج أن يزور طبيب العيون للتأكد أن هناك لا يوجد أي ثقب أو تغيرات في أطراف الشبكية قد تؤدي إلى كما تحدثنا سابقا انفصال في الشبكية. الآن اتصال هاتفي. ألو، عبد الخالق من صنعاء. ألو، تفضل أخي عبد الخالق، الدكتور معك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا دكتور؟ الحمد لله. يا دكتور، في العين نفسها معي مشكلة، يعني في عصبة تحت العين هذه أحس فيها كأن زيادة في الضغط أو في حاجة كذا، يعني حاجة أحس أثار النبض موجودة يعني تقريبا لها أسبوع هذا الشيء. الآن حدوث أثار الشد في العين أو نبض في العين هي أحد سببين، الأول إجهاد في العين نتيجة قلة النوم أو السهر، أو حدوث جفاف. في كلا الحالتين العلاج بسيط، هو الشخص يحتاج الراحة، وبالنسبة لجفاف العين يحتاج إلى قطرات دمعة صناعية، وإذا لا تستطيع أن تحصل على الدمعة الصناعية ممكن أن تستخدم كمادات ماء باردة لتخفيف الضغط أو النبض في العين. معنا الآن أم محمد من الضالع. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك، معك الآن الدكتور، تفضل اسألي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. دكتور، أنا عندي تمخرط القرنية، ويعني تقريبا وصل لمراحل مش الأخيرة، يعني وسط، وسويت عملية ليزر
بس احس بعين على اساس بعدين بعد سنه او سنه ونص العمليه الاساسيه، بس اشوف ان عيني يعني نظر فيها تدهور اكثر من اول. ايش من نوع ليزر عملتي؟ عند الدكتور القبلي. لا هذا ليس ليزر، هذا اسمه تثبيت قرنية. ايوه طيب الان ايش العلاج؟ نعم، لان القرنية المخروطية هي احد اسباب تعتم القرنية وضعف النظر، فتؤدي الى ضعف النظر عند الشباب. القرنية المخروطية في مراحلها الاولى او المتوسطة علاجها هو التثبيت بالاشعة فوق البنفسجية. نحن ما نستخدم ليزر، انما نستخدم اشعة فوق بنفسجية مع فيتامين B2 لتقوية القرنية. العملية هذه ليست لتصحيح النظر وليست لتحسين النظر، انما لايقاف تدهور تمخرط القرنية. فالعملية التي اجريتها في تعز هدفها الرئيسي هي ايقاف تدهور تمخرط القرنية. نسبة نجاح العمليات هذه يتجاوز 98%، فبذلك هناك 2% من الناس قد يحتاجوا إلى تدخل جراحي بما يسمى بزراعة حلقات أو زراعة قرنية. فبالتالي نحن اللي ننصح في مثل حالتك أنك ترجع إلى الطبيب المعالج، تعيدي فحص تخطيط القرنية. إذا تخطيط القرنية ثابت معناه أمورك جيدة، لكن إذا تخطيط القرنية يشير بالتدهور فمعناه ستحتاجين إلى حاجة مثل زراعة الحلقات أو زراعة القرنية. معنا الآن اتصال آخر، شهاب من مأرب. ألو. عليكم. وعليكم السلام، تفضل اسأل الدكتور. يا سيدي معانا بنت عمرها 5 أشهر عندها مياه بيضاء عندها حوالي 2 من العدسة، ممكن هذا يأثر عليها لما تكبر أو نعمل لها عملية مستعجلة؟ المياه البيضاء في عين واحدة ولا في العينتين؟ لا في عين واحدة، في عين واحدة. الآن وجود المياه البيضاء في عين واحدة لها رأيين، في رأي رئيسي يقول التدخل هو الأسلم وهو الرأي السديد، وفي رأي يقول عدم التدخل. نحن مع الرأي الذي يقول يفضل إزالة المياه البيضاء في وقت مبكر حتى نمنع حدوث كسل العين، لكن الأهم ليست إزالة المياه البيضاء، الأهم هو متابعة الطفلة هذه حتى لا يحدث لديها كسل. شكرا لك يا شهاب الذي اتصلت من مأرب، شكرا لكل من اتصل. دكتور دكتور، حول المياه الزرقاء لا زال هناك العديد من المحاور التي يجب أن يعرفها المشاهد. إذا كانت المياه الزرقاء مثلا تؤدي إلى ضرر بالغ بالعصب، ما هي أسباب الإصابة بالمياه الزرقاء في العين؟ المياه الزرقاء ممكن تأتي في الطفولة، وعندما تأتي في الطفولة لها دور كبير بالوراثة، ممكن تأتي عند البالغين، وفي هذه الحالات يكون بسبب استخدام بعض العلاجات وخاصة القطرات. أما المياه الزرقاء المشهورة لدينا في طب العيون هي التي تأتي في الذين يتجاوز أعمارهم 40 أو 45 سنة، فهذه حتى الآن لا نستطيع أن نعرف سببها، لكنها للأسف الشديد تصيب عدد كبير من الناس وتؤدي إلى حدوث ضعف النظر. تحدثت أنه مجرد أن يشعر المريض بوجود ضعف البصر من الأفضل أن يذهب سريعا لإجراء فحوصات وسيتم اكتشاف مثل هذه الحالة. لكن دكتور أريد هنا أن نرشد المريض أو الشخص العادي، كيف يحدد أو من يحدد الذي يجب أن يذهب إليه لإجراء الفحوصات؟ هل يذهب لأقرب محل نظارات مثلا؟ لا، أي شخص طفل أو كبير، امرأة أو رجل يشعر بتغير في النظر لديه لا ينصح بأن يتأخر، ينصح بزيارة الطبيب. الآن لا يوجد طبيب مجاور له، يذهب عند محل نظارات. محل نظارات معظمهم الحمد لله يستطيعون أن يتأكدوا من النظر. إذا وجد متخصص النظارات أن هناك ضعف في أحد العينين سيتم إرشاد الطبيب المريض بالذهاب إلى الطبيب مباشرة. فبالتالي نحن نصيحتنا دائما بسيطة، أنه نحن لازم لأي شخص يشعر بأي تغير بسيط في نظره كلما زار الطبيب في أقرب فرصة يستطيع أن يعالج أي تدهور مثل هذه الحالات، وخاصة كبار السن التغيرات قد تكون مدمرة،
فبالتالي عندما نزور الطبيب في وقت مبكر نستطيع أن نقول بالمثل المشهور الوقاية خير من العلاج. نعم. معنا الآن اتصال من السعودية عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتور معك أخي عبد الله، تفضل. والله أنا دائما عفوا أكثر من الدكتور. تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور أنا دائما زار يمكن 10 سنوات ولا شيء، دائما عيوني تكون حمراء. نعم. دائما عيوني تكون حمراء، رحت أي دكتور يقول والله يعطيني أدوية بس ما في فايدة. الاحمرار المتكرر والمزمن سبب الرئيسي والحساسية. فبالتالي دائما أي شخص لديه احمرار متكرر ومثل حالتك له 10 سنوات علاجه ليس الذهاب إلى الطبيب كل مرة، علاجه هو الوقاية، والوقاية دائما بسيطة. كلما خرجت للشارع أو خرجت للشمس تلبس نظارة شمسية، وعندما تشعر أنه لديك احمرار هناك قطرات ممكن تزيل هذا الاحمرار، تباع في الصيدليات أو ممكن يوصفها لك الطبيب. لكن هل يوجد هناك علاج سحري لإزالة هذه الاحمرار؟ الإجابة على ذلك لا. معنا الآن الدكتور مفضل الصبري من تعز. ألو دكتور مفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل معك الدكتور محفوظ. تفضل. تفضل. دكتور محفوظ، عملت العملية في القاهرة عشان تصريغ العين قبل فترة، ولا رجعت الدكتور صديق المغربي لصنعاء علشان ضغط العين مرتفع، وكان ضغط العين 35 ولا رجع إلى 12 أو 14. حرصنا على العلاج حق ضغط العين استمرار الكلول كثبت والبتجان. الآن إذا ارتفع ضغط العين لأي سبب كان والقطرات تجيب نتيجة، يجب أن لا يتم إيقاف القطرات، لأنه إذا أوقفت القطرات حيرجع ضغط العين يرتفع ونبدأ نخسر العين بشكل متسارع. فبالتالي ضغط العين كان 35 وهو ضغط عالي، والآن نزل للوضع الطبيعي وهي 12 درجة، فبالتالي علاجك هو أن تستمر في استخدام قطرات ضغط العين لفترة طويلة. معنا الآن اتصال من عدن. أم صالح. أم صالح السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي معاش الدكتور محفوظ. أم صالح. أختي أم صالح كيف حالك دكتور؟ الحمد لله. أني عيني اليمنى بيحصل لي ألم، طلع غلف الصفحة، بيحصل لي ألم بالجنب هذا الغرنية عند جنب الأنف، قال السماء كملت الأعراض مع بيشعر أحيان بورم يرتفع بي، بس أروح أعالج عند السرعة فاض طلع. يقول لي نتعلم من الأصل أخو أصوات وصاحب العين يقول لي ما فيش حاجة بالعين. الآلام اللي موجودة في العين لها أسباب مختلفة، ممكن تكون آلام بسبب العين وممكن آلام بسبب ما هو حوالين العين، بمعنى صح أو جيران العين. إذا الدكتور وجد أن العين سليمة ولا يوجد ما يفسر ألم العين فلا يستطيع أن يقول هناك سبب من العين، فبالتالي يجب أن نبحث عن سبب آخر. الأسباب الأخرى اللي ممكن تسبب وجع العين في مثل حالتك قد تكون مشكلة في الجيوب الأنفية أو مشكلة في الأسنان أو مشكلة في الدماغ والأعصاب، فمثل هذه الحالات تحتاج أن احنا نستشير أطباء آخرين غير طبيب العيون. فأنت حظك كويس أن عيونك سليمة، فأنا أنصح أن تزوري دكتور دماغ وأعصاب أو دكتور متخصص في الجيوب الأنفية. ومعنا الآن اتصال من يريم عباس العرامي. ألو. ومعنا الآن اتصال من يريم. أخي عباس ممكن تسمعنا من الهاتف؟ ألو مساء الخير يا دكتور. مساء. ألو. تفضل. مساء الخير. مساء النور. تفضل اسأل الدكتور. معنا طفلة كان عمره سنة، عملنا لها عملية المياه البيضاء، ونتيجة المياه البيضاء يعني في حول في أحد العينين، ونتيجة يعني الدكاترة قالوا هذا تعديل الحول لا يمكن يتعدل الحول هذا نهائيا، يعني إلا نظارة يعني عدة سنوات، لكن الحول هذا مستمر.
هل يعني ممكن تعديل الحول او لا الطفل حيستمر بالحول؟ الان الطفل لديه مياه بيضاء واجريت له عملية مياه بيضاء والان لديه حول. سبب الحول هو ان النظر هنا في هذه العين ضعيف، فبالتالي اصبح الدماغ لا يستطيع ان يسيطر على العين بشكل كامل فتبدأ العين تحول. هل علاج الحول سهل؟ إجابة نعم، لا يوجد أي تعقيد في موضوع الحول، لكن لا ينصح بالتدخل في وقت مبكر حاليا، إنما الذي ينصح هو أن نصحح النظر عند الطفل باستخدام نظارات، باستخدام تغطية العين السليمة، وبعد سنتين ثلاث سنوات عندما يكبر الطفل سيحتاج إلى عملية تعديل الحول، ونسبة نجاح عمليات تعديل الحول في مثل هذه الحالات نسبة كبيرة جدا. دكتور نعود لأسئلتنا حول المياه الزرقاء. هناك يبدو اتصال ينتظر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، معي محمد من أب. مرحبا بك أخي محمد، معك الدكتور، تفضل. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. بس أنا في عندي في العينين قرنية مخروطية، وقررت عملية زراعة القرنية هذه حق العين الشار العين اليمنى، عملية تثبيت القرنية. سؤالي هل سيكون النظر بعد تثبيت القرنية أم يجلس على ما هو طبيعي الآن؟ الآن من اسم العملية هي تثبيت قرنية، ليس اسمها تصحيح نظر، فبالتالي نحن عندما نجري تثبيت القرنية يجب على المريض أن يعرف بشكل واضح أن العملية هدفها الرئيسي إيقاف تدهور المرض وأن تثبت القرنية على ما هي عليه، ولكن ليس الهدف منها أن يتصحح النظر. هل هناك مرحلة أخرى ممكن أن يصحح النظر؟ الإجابة على ذلك نعم، أي شخص لديه قرنية مخروطية وتم تثبيتها واستمرت تثبيت القرنية لمدة أشهر وسنوات وهي ثابتة ممكن أن يتم زراعة عدسات لاصقة لتصحيح النظر، لكن العملية كتثبيت ليس لها علاقة بتحسين النظر. دكتور، وإذا عدنا إلى المياه الزرقاء، قد يصاب أحد الأطفال الصغار بالمياه الزرقاء لأسباب وراثية أو تكون بالولادة هذه الإصابة، ما ضرورة إجراء عملية جراحية أو إنقاذ العصب البصري قبل أن يتدهور حاله؟ السؤال بطريقة أخرى، ما هو علاج المياه الزرقاء عند الأطفال وما هو علاج المياه الزرقاء عند الكبار؟ أول ما يتم تشخيص المياه الزرقاء عند الطفل، مثلا شخصنا الطفل اليوم، يتم إجراء العملية ثاني يوم، يجب أن لا نتأخر في التدخل الجراحي. مشكلة المياه الزرقاء أنه غالبية الناس يتأخروا في الوصول للطبيب أو يصلوا إلى طبيب يحولهم لمركز متخصص، فبالتالي يتأخر الطفل حتى يتم التدخل الجراحي. بالنسبة لي هذه صورة لشخص لديه تغيرات في شبكية العين بسبب السكر، هذه ليس لها علاقة بالمياه الزرقاء. الآن بالنسبة للمياه الزرقاء عند البالغين فعلاجها هو قطرات. للأسف الشديد قطرات العين لعلاج المياه الزرقاء مكلفة، فبالتالي عندما نشعر أن المريض لا يستطيع أن يستمر في استخدام القطرات أو نشعر أن المريض لديه عدم استجابة باستخدام القطرات بشكل منتظم فينصح في الحالة دي بالتدخل الجراحي. فبالتالي المياه الزرقاء في الصغار علاجها تدخل مباشر، في الكبار نعطي لهم قطرات ونراقب، وجدنا المريض ملتزم وقادر انه يستخدم القطرات فلا يتدخل الطبيب، لكنه عندما يشعر ان المريض غير قادر على شراء العلاجات او غير ملتزم باستخدام القطرات يتم اجراء التدخل الجراحي، وهدف التدخل الجراحي هو تخفيض الضغط والمحافظة على ما تبقى من العصب البصري وليس استرجاع ما فقد. مثل هذه كيف يمكن أن نفهم هذه الصورة؟ هذه الصورة لشخص لديه مياه بيضاء في الصورة على يدنا اليسار، وبالنسبة للجهة اليمنى شخص تم إجراء له إزالة المياه البيضاء فترجع عينه لحالتها الطبيعية، والسواد الذي نراه هو العدسة التي زرعت فيستطيع الشخص أن يرى فيها بشكل واضح. دكتور، أنت تحدثت عن إجراء عملية للمياه البيضاء نسبة نجاحها عالية جدا، أيضا إجراء العملية للمياه الزرقاء لا أدري كيف نسبة نجاحها. نسبة نجاح عمليات المياه الزرقاء عالية جدا أيضا، بس الاختلاف فيها كالتالي. نعم. شخص المياه البيضاء يدخل لا يرى ويخرج يرى بشكل واضح فالمريض مبسوط. المياه الزرقاء ليس لها علاقة بالنظر، فيدخل المريض نظر ضعيف يخرج بنفس المستوى من النظر، فنجد انه معظم المرضى
أهم شيء قبل العملية أن يعرفوا ما هو الهدف من إزالة المياه إيش الزرقاء. إزالة المياه الزرقاء هدفها هي إنزال الضغط والمحافظة على ما تبقى من النظر وليس تحسين النظر. نعم. دكتور قد يكون هذا سؤالا أخيرا في هذه الحلقة، عندما يتم إجراء العملية ماذا يجب على مريض المياه الزرقاء والمياه البيضاء بعد إجراء العملية؟ بعد العملية أهم شيء هو شغلتين، النظافة، النظافة للعين والجسم بصفة عامة، واستخدام القطرات. الآن أكبر كارثة لطبيب العيون وللمريض أن يحدث تلوث بعد العملية. طبعا ربنا دائما لطيف بالمريض ولطيف بالطبيب، فحدوث هذه الحالات نادرا، ولكن نحن دائما حريصين للمرضى أنه بعد العملية يلتزموا بشغلتين. الشغلة الأولى باستخدام العلاجات بشكل منتظم حسب إرشادات الطبيب، والشغلة الثانية المحافظة على النظافة حتى لا يحدث أي تلوث. دكتور انتهى وقت الحلقة، الحقيقة نحن كنا سعداء معك لمدة الساعة الماضية، وسعداء أيضا بتواصل المشاهدين معنا عبر الهاتف وإغناء الحلقة بمحاور مختلفة، لكن يبقى هناك محاور مهمة جدا لأسباب الإصابة بالعمى مثل اعتلال الشبكية، السكري، مثل عتامة القرنية والعديد من المواضيع المتعلقة بهما. نتمنى أن تكون معنا في الأسبوع القادم لإتمام مثل هذه المحاور ولتقديم. وانتظرونا مشاهدينا الاعزاء في الاسبوع القادم، انتظروا الدكتور محفوظ عبد الله بامشموس الاستاذ المشارك بكليه الطب بجامعه صنعاء، يتحدث عن كيفيه، يعرفنا عن اسباب الاصابه بالعمى، الاسباب الاخرى وكيفيه الوقايه وحمايه العين، مع امنيات السلامه والعافيه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.